هلا يا عشرة الباندا، يوم جيتكم وما جيتكمش وحدي، جبت لكم معايا قنبلة موقوتة. اي نعم، قنبلة موقوتة. كيقولوا لفيانة هي، كيقولوا بدن نقولوا هي، وسبور نقولوا هي، عضلات نقولوا هي، مشطة غريبة نقولوا هي، قولوا نورهان عليات. نورهان عليات. نونو مسمينها نونو، راه مش كناني الكل نونو. نون خطر صغرون صغرون. احكي لنا على الوضعية متاع القلب تو. ايه القلب يدق ام هو شاغر؟ هاي شاغر شمعني؟ غادي تغزرهم في عيني وتستعرف. شاغر شمعني؟ شاغر معني ثيرا يعني. فما مرحلة بعد الشيخ الزينة. والله فم شي فم شي لي فان متاعك اني ريتهم راه في الكيو ان اي يسألوا فيك على شكو وانتي ما ضويتش. توا باش تستعرف، توا باش تستعرف، توا الان الان وليس غدا. شكون؟ شكون؟ ضويي. صدمي صدمي. ضويي توا تستعرف. شنو حكاية ضويي؟ اي اي شنو حكاية ضويي؟ صدمي. فما شيء فما شيء فما شيء. مش بك تصدم؟ انا مي بروش يعني. انا مي بروش والله اعلم. اني يعني قلت وخبرتكم وانتم البقي عليكم. نونو احكي لنا شنو حكيت هالمقمصه هي مريتها كان عندها راه واش تسبي اكبرش ابني تقعدي نتعلم يعملوا. علمني كيفاش نعملها. طيب شعرك هاي الشعر كيف ما عنديش لاستيك. تعمل هكا انها النخله. ملي صغيره راه ولا عمري ملي نقرا في الليسي ماني لم شعري كي كان كوم نيمبورت كوا نحطو فوق ونخرج كهو تجيبو لهنا هك هذه جديده تجيبو فوق في جديد. لا بما انه الناس الكل تشيد بصوتك العرض من هنا ومن هذه الاونه باش الناس يسمعونا وتغني. صدمت من قبل تصدم فيا. صدمت شنو غني؟ هاي نونو غني لي عاد الغنية اللي باش نغنيها ما عادش باش يسمعها حتى حد متأكد. وراسك انت يا سمعها على خاطرك انت. سيتو دو لا في دا لو كاب ويتشي كاب سولو كاب جان دي مو مانيفيكو سا سخا توجور لو لي كوباب كوباب ديتر افريكان كوباب كوم قدافي و كوم نيلسون مانديلا ماما سير ماما مي مو انا ترو سوفير. سامحوني مرة ليه ما صوتك هكا تحسوا مش يقولوا لي برشا صوتك يعني كي يشوفوا عباد يشوفوا كيفاش بدنك يشوفوا صوتك يقولوا هاني مش متناسخ. اني نقول لك شنو الحكايه كل شيء فهمتني مر بمرحله التطور صوتك وقف على خلاص مرحله الطفوله. ثم برشا بنات مثلا تهبط التصويره ولا حاجه ولا حتى ولاد يعني اكثريتهم بناتهم هما الاغلبيه بنات ريت يعملوا في كومنتير خايبين. انت كيفاش تتعامل معاهم كيفاش تفسر به؟ انا نفرح كي عبد يحكي عليا بالخايب. وعمرك شي ريت عبد يفرح كي عبد يحكي عليا بالخايب؟ ريت شكون انت؟ انا نفرح كي عبد يحكي عليا بالخايب خاطرني عندي ثقه في روحي اكثر من اللي تتصور. عندي ياسر ثقه في روحي نعمل في حاجه نحبها. قاعده يعني ننفلونسي في عبيد يعني عندي برشا ناس تحبني بس نخمل راه كي عبد يبدا ناجح ويبدا يعني قاعد يطلع قاعد كي ناش قاعد يعمل في بوز ناش بيا ولا خايبه اما قاعد سي نورمال باش يجيو لي فيدباك هذوما اكيد اكيد سورتو بنيت سورتو بنيت ما تجيكش من لي شي يقولوا لك شي يقولوا لك فيك تتصور هكا ديما فيك اكثر كومنتير يقلقك ديما شويه فيش بدنك في التصاور ديما ما يقلقنيش يا بنتي والله انا بدا فرحانه اقسم بالله ما كنتش يقلقك جمله ما ها جمله والله جمله عادي محضر روحك بسيكولوجيك على الاخر على الاخر وراني شو نقول نسيت راه وريت لي كيفاش نقول لك
انا يعني ما بقيتش جوا برك يعني متاكده اللي كان فما يعني طفله باش يبدا عندها لي فورم وكل راهي مش تصور هيك تصور اكثر من تو يجيني مساجات كي ندخل نشوف تصورهم البنات اللي يحكيو شبيك ما تصور هكا تشوفي ديما تشوفي فيش هكا بدنك وكل ندخل ما عنديش حتى حاجه عليها باش تحكي وزيدا فما بنات يحبوني على الاخر يشجعوا فيا ويعني يحسوني موتيفاسيون بالحق ديجا فما هكا عملوا ترانسفورماسيون في بدنهم يعني فما ترانسفورماسيون معناها موتيفي تعبيت باش عملوا ترانسفورماسيون الحمد لله. لذا يا جماعه تابعوا نور هين عليت على الانستغرام وبينتو على اليوتيوب ان شاء الله. نونو عندك وقفه هكا سبيسيال في تصورك الكل صحيح نحس نقول كل في الوقفه يعني فك البوز ظهر هكا اللي يخدم يتعبك الكل يظهر فك هكا لا مش هكاك هكا لا كيفاش نو دون عالبك يجيب حذايا اللي سال ها انا في بالكم يا جماعه تجيب حذايا باش تريني فهمت شنو اللي بدا لك فوزي تولي خير من متواضع الطفل متواضع بينونو في البنات التوانسة شكون اللي تعجبك يعني من البنات اللي عملوا فازيل برشا برشا بين اكثر واحدة هكا برشا فما فاطمة محجوب قاعدة تخدم في خدمة باهية فاطمة بنزرتي اي نرشيد دورة باش تسميهم لي الكل اللي يعني كلهم صحيت هما سيليكسيوني معليش برشا في الدومين عرفت دو فيتنس مفهمش يعني برشا يفهم برشا بنات هما يعجبوني برشا فما فاطمة بن ابراهيم ولا حاجة هكا زيدة شكون اخر هذوما فما انت بيان سور انا سايبش نبدا عاد انت حاجة واو حاجة نبدا في جديد تفلم عليكم يا جماعة والله انت عندي 3 سنين ما دخلتش ساد سبور للاسف معناها باش تدخل وعدتني صاي صاي معاها صاي شنو اللي موديل درشني تفهم هاك نعملكم كيفاه نونو كيفاه نونو اعمل كيف يعمل كيف ذي ما فهم ذي يطردوني ذي توريك فهمني السيبس لما السيبس يطلع فهمني ديريكت يظهر فما طفلة اخر نسيت تفكرها مسيش من بطل تغشش فما طفلة اخر ذي زيت ذي ما شاء الله عليه نسيت وميمة تراد عندها شي يوتيوب ما شاء الله عليه تابعوها زيدا موتيفاسيون توتال ميريك سلموا عليهم سلموا عليهم الكل بيان سور زميلاتي بيان سور كلهم يتبعوا فيا راهو كلهم فهمت يسرقوا لي في الاكزرسيسات نتاعي خاطر اني طلعت باكزرسيسات فهمتني وفازيت هما يعرفوا وعدتني باش تعلم اي ما تفضحنيش عادي يا عزيزتي توا باش نسميلك اسامي ولاد وانتي مثلا واحد يليميني لاخر واحد يليميني لاخر ما عارفش يعني هكا واحد يعجبك اكثر من واحد اقرب لك من الاخر وهكيك فزيت والاحراج فزيت ربي قدر الخير نبداو انفوسك باهي سامي ولا النصر واو هما زوز ديجا واحد لا سامي ولا النصر يا انتي ولا لا تنجم تخرج اتصرف سامي ولا نصر نخرج يلا مشي لا فورمي تصرف لازم تختار لازم تختار هما واحد كيف باش نختار لا 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 يلا تحب تعملي مشاكل معنا سامي ولا نصر اي الزوز واحد الزوز ما يجيش والله سمرك واحد في مقابلهم لازم واحد اي اخطاء انت كنت اي كريتي اي من الله انا اللي نسال جاوبني انا اللي نسال جاوبني فكها لا نسال تحب تحطني في المواقف يلا يلا امشي لا فورمي جاوب نجاوب هاي فرودة زويزة جاوب فرودة ناصر زويزة اما كم في هذي عندك الحق فيها هو باهي شكون زويز شكون فرود سامي فرد وناصر زويز باهي شيل لا فورمي ناصر جواز ناصر باهي ناصر ولا هشام قدوش ناصر حتى هشام تحفون باهي نشوف الفيديو نتاعو اما ناصر اقرب لي ماما باهي ناصر ولا امين اللي معاه هشام ناصر يتواصل باهي ناصر والا محمد بوقليه اوبا وسي جينا هش يلا
شوف انا هيك احنا كنا جروب مع بعض نعرف نحبوا بعضنا نعرف نحبوا بعض فهمت علي نحبوا بعضنا اي نعرف هذا تحبوا بعضكم ناصر ولا محمد نحبوا مزوز واحد وقلية اخذت الكل يوم مع بعض وقلية دوك بقلية بقلية يطير الناصر ما طيروش الناصر طير الناصر بقلية طير الناصر نتعديو بقلية والا ضيع شباب باي باي بعد زيد حتى ليش انا هنا بقلية ولا ضيع كمل لازم تكمل تصرف انت هون فريد السؤال هذا ما جاوبش عليه 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 هاي تصرف عاق واحد لازم يتعدى واحد زوز يتعدى زوز اخر قرار مش تموت الطفلة وجهها وجهها حمار وبتتعاطى مكياج جناحها وبتنحي التنوس هيا عاد انت كيف شي ليه زوز يتعدى زوز اقرب عبيد عندي كيفاش يتعدى؟ تعدى كي يقولك شو تعرس بواحد فيهم مثلا نحن سيبوزون 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 نحن هما سيليباتير وما عندهم شكون في حياتهم وانت سيليباتير وما عندك شكون في حياتهم وفهمتني جي وحبوك الزوز فهمتني مجاوب فرد وقت سخنت يا علي سكني بختار هيا 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 تشتري يا بنت شنو قدها راني والله ما نخذك ما نجمش نختار تعرس بيهم الزوز نعرس بيهم الزوز يا نهار تصير باي برا يا سيدي يعني سلمت سخنت. والله سلمت الاكسبيريونس تاع نيس لبس كلموني بعثوا لي على انستغرام كونتاكتوني على انستغرام من الاول في بالي تفذليك مشيتش نعمل ديفي عادي نتاع سبور في بالي تفذليك مع ممثل شكون الممثل شد لي عارفيه هاي يا اخي بعد عجبتهم قعد يحكي معايا نوفل عجبته الكل قال لي يعني كمل معانا وعطاني دي بروبوزيسيون نتاع سبور انت عملت دي في مع برشا فنانين هكا شكون اكثر فنان سمباتيك هكا حسيت زوز هما شكون كريم الغربي وش اسمه ميغالو وميغالو اي الزوز ديك فص الصوت هذيك تفرشت فيها كذا تقتل بالضحك هي تحفونا على الاخر يهبلوا محليهم هاي وكيفاش نوفلك صعيبك ولا خدام ما شاء الله عليه يعني يحب عبد خدام وحسيت فما كيستيون ما جاوبتنيش عليها بكري اي باش نرجع لها تو ضياء ولا محمد بقلية يلا ما نجمش نختار يلا كل واحد عنده حاجه مميزين اي احكي لنا عن مميزين ودي عجبتني باي عجبتك يلا باي بقلية نعرف عندي برشا ماني مليانه قديش هيك نعرف بعضنا عنا برشا تقابلنا اول مره في لابيس اما كنا نعرف بعضنا جوست دوفو ما نحكيوش ما في لابيس بدي الكونتاكت عندها عام عامين عام برشا باهي برشا يتسمى والله بيسك خاطر نتقابلوا كل يوم بريسك نحكيو كل يوم عرفت بخش على الاخر يحكي لي كل شيء نحكي له كل شيء نصحاب نحبوا بعضنا برشا يميزوا هايها هي كيف نقول من احسن العباد اللي عرفتهم في حياتي بالحق من احسن العباد اللي عرفتهم في حياتي ايه محمد هلو من احسن العباد اللي عرفتهم في حياتها ايه في نتعدي بالذي عرفته ما كناش نحكيه معني مره مع جيبوا معاه بقلية في ها هو صحاب مع بقلية صحيت هو بقلية اميكا ما بينتنا اها جيبوا معاه مره وكل تعرفنا على بعضنا محليه ما شاء الله عليه يعني محليه متربي عاقل نحكيه ديما وكل صحاب يعني تحسنا الكل نقرا الكلنا فامي واحد عرفت قراب لبعضنا ما هذوما مميزات قراب لبعضنا فامي واحد مميزات قلنا مميزات انا ما وصلت يعني وليت هكا بيهم وانا طبيعتي ياسر صعيبه يعني الكاركتر نتاعي ياسر صعيب ما نوصل نقرب العبد وما نوصل نحكي العبد يعني اسراري وكل كان ما نحس العبد هذاك بالحق يعني يستحق باش نحكي له عرفت نونو نحن قراب لبعضنا ولا قراب نحن صحاب ولا صحاب احكي لي سر مال والاسرار كيما تحكي لصحابك اسرار سر مال مثلا مش اسرار مثلا حاجه تاكد لي هما قراب لي برشا كي نبداو قاعدين في بلاصه
فما كلمات انا ما نفهمهمش. هاي كلمات ما انا قعدت وين تبع نقول كي نبداو حدنا بوسك ما نحشمش منهم وهو مقرب لي نسال مثلا بكري نقولوا بكري ايش معناه الكلمه هذيك اللي قلنا يبدا فسادي فيه برديت معناها هكا وهكا 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 فهم يعني خارطين على بعضكم مرتاحين مع بعضكم هذاك هو برشا بوغليه قلت بوغليه معناها انت توا قلت بوغليه اوكي نقول اختارت بوغليه دونك قلت بوغليه وحكيت عليه مطولا اي نقول بوغليه اي حسبتيها بوغليه سي بون اخترت بوغليه ما قلتش ما قلتش اوكي ديزولي ذي اي تعدى معنا بوغليه ما قلتش لا لا باهي باهي ماني باهي نونو يا نونو وي مرستك بنونو والله العظيم نورمال نسيش هيا عاد احكي لنا انت جوك رابوريت وهكا فازيت ما يظهرش عليا ما يظهرش عليك سورتو هكا بالطالون والانيقه والرشا مريتوهاش في الناحيه تاع نسيش خلي خلينا قاعدين اي شكون شكون الرابوريت هكا تحس جوهم يمسك يعجبك برشا برشا سميلي فما لاكريم لاكريم تحب سوكينج الا الجيرين ما عندكش معاه حسيتك نايس نايس شكون اخر في التوينز شكون اكثر رابور يعجبك ستيل اغني علي علي وكاسترو هذوكم يحبوا جسوني في فلو سي وانا بتبانتينا روسي وكاسترو واش تحفظو ما نحفظوش عنده اغنية تويد هو ما يتسمع صحيح عنده اغنية تجد محليهم عنده اغنية تجد محليهم عنده برشا فزيت برشا فزيت من غير بركة الاخر يتعدى في الراديوات اكثر كاليش نونو تعدى الوقت معك عسل في ساعة في ساعة اي اكثر من عسل ايزي والله دونك يا جماعة كان عجبتكم فيديو متاعنا بارتاجيوها برشا برشا وما تنساوش تعملوا لايكات وابونيو في الشان يوتيوب بتاعي باندا دايريز لمتعتكم بولا I got broads in Atlanta. Hack hack. هذا الرجل. مش نمس. Panda Diaries. ليه متعاتكم؟ واو واو. استمتع. ونزو حقك النقوز كناقوز على جنب ذاك. تعشني النقوز لازم نتعلم. نتعلم النقوز ذاك. تهبط أنت فيديو تجيهم نوتيفيكاسيون.